السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي. الجديد ودائما الجديد في نظام الطاقة الشمسية للآبار. الإخوان اللي كيبقاو يسولوني في التعاليق كيقولوا لي خاص ضروري دير لنا واحد الفيديو على المضخات ديال أربعة ألواح اللي كتخدم بأربعة الألواح ديال 280 أو لا ثلاثة الألواح ديال 450 واط. أنا ما كنتش كنتظر لأن الدي بي ديالها غادي يكون بحال هذا الشكل، ولكن راه العمق ديالها ما كيلحقش تقريبا 100 ولا 120 متر، يعني خاصك ما تفوتش ليها 100 متر. ولكن كاين واحد السر ما بين هاد المضخات، يعني هاد المضخات راهم ماشي بحال بحال، راه كاينين مضخات اللي كيخدموا شاربون وكاينين مضخات اللي كيخدموا بوبيناج، يعني بحال المضخات العاديين. ان شاء الله هادشي اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو وغنعطيكم جميع التفاصيل على هذا النوع ديال المضخه. كما كتشوفوا الاخوان المضخه اللي عندنا راه هي هذه، يعني اخر ما كاين هذا النوع ديال المضخات اللي بحره داخل، يعني دخل في 2021. كاينين نماذج كثار ولكن هذه هي اللي كاينه دابا مؤخرا، راه كتخدم تقريبا ب 110 فولت. كاين فرق كبير بينها وبين المضخه اللي كتخدم شاربون. كما كتشوفوا ها نتوما راك عند فيها 110 فولت وفيها 1300 واط، يعني ثلاثه الالواح ديال 450 او اربعه الالواح ديال 280. بالنسبه للدفع راه كيوصل حتى ل 155 متر، يعني ماشي بحال الاخر هذاك ديال شاربون. هنا في الفم ديالو راه في امبوسيكار فيها 40. كما قلنا راه ما كتشبهش المضخه الاخرى، لان المضخه الاخرى كتبرونشي الالواح وكتجيب الخيط ديريكت كتخدم به المضخه، اما هذا راه عنده واحد العلبه ديال سيكوريتي، يعني فارياتور ديالها، هذا فارياتور ديالها خاص بها، يعني كتحكم فيها بالفارياتور. اما بالنسبه للاخرى راه شاربونات، يعني كتخدم بشاربون بحال الشكل ديال الشنيول ولا لامول ولا كتبدل ليه الشاربونات عاد تيخدم. هذه لا، هذه عندها بوبيناج، يعني السلك ديالها نحاس من الداخل. الاخوان ما تنساوناش باللايك وبالاشتراك في القناه الى عجبك المحتوى ديال القناه، ما فيها باس دير لنا اشتراك، حنا راه كنتعبوا بزاف باش نوصلوا لكم هذه المعلومات، باش ان شاء الله تشجعونا ونستمروا في رفع بحال هذه الفيديوهات هادو باش يستافد منهم الكل. بقاو معايا حتى نديروا واحد التجربه لهاد المضخه. كما قلنا راه كيدفع على 155 متر في الفم ديالو امبوسيكار. بالنسبه للتوربين اللي عنده راه توربينات بوحدهم والموتور بوحده، كيشبه لهاد الانواع ديال المضخات الغاطسه الكبار. عنده فارياتور ديالو بوحده اللي كيتحكم فيه. بالنسبه لطريقه التوصيل راه كاين بلاصه البليس وكاينه بلاصه المواه وكاينه بلاصه الشميعات، راه كدير ليه الشميعات الا بغيتي ديرهم، وكاينه بلاصه الخيوط. الشميعات هما لي زيكترود، كنقولوا ليهم لي زيكترود، يعني هذوك الخيوط ديالو كيكونوا ثلاثه، كيكون واحد كحل واحد زرق واحد قهوي، راه كاينين الاماكن ديالهم هنا في هذا الفارياتور، يعني باينين. ماشي مشكل واخا تقلبهم، لان الا قلبتيهم ما غاديش يطلع الماء مزيان، والا درتي الخيوط في الاماكن ديالهم اللي خصو يداروا راه كيدفع كيطلع مزيان، ماشي بحال ذاك النوع الاخر اللي كاين اللي هو شاربونات، الا مشيتي حتى قلبتي الخيوط يعني صافي تصيفط معاه. اما هذا لا، واخا تقلب لي الخيوط ماشي مشكل، ما تقلبش الخيوط ديال البليس والمواه، يعني البليس خاص يكون في بلاصتو والمواه خاصها تكون في بلاصتها باش الفارياتور ديالك يخدم. وراه كتحكم في السرعه ديالو وكتحكم في الفريكونس وكتحكم حتى في الفولت. ملي كيكون خدام راه كيعطيك هاد لي سينيال، كيعطيك بلاصه الفولت شحال داخل من الفولت، وكيعطيك لامبيراج، يعني لامبيراج اللي داخل من الالواح، ولامبيراج اللي كيجر الغطاس. سهل في البرونشمون، راه تقدر تبرونشيه بوحدك، يعني بلا ما تحتاج تجيب واحد الحرفي اللي غادي يركبه، تبغى غير هذاك الشيء اللي كاين في الفارياتور، يعني هذوك التعليمات اللي كاينين راه كيكون معاه واحد الكتالوج ديالو، وغادي تبرونشيه بوحدك. ثلاثه الالواح ديال 450 او لا اربعه الالواح ديال 280 واط. ان شاء الله راه غادي نديروا ليه واحد السياج، بقى معايا حتى تشوف
كيفاش الدي بي ديالو، يعني الدي بي ديالو ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي عندهم الجرده ولا عنده المنزل ديالو ولا عنده واحد مجموعه ديال الاشجار ديال الزيتون او لا واحد 2000 ولا 300 متر وبغى يسقي به، راه غادي يسقي به. بالنسبه لهذا الفارياتور راه ما يخدمش ليه. شي ناس غادي يقول لا راه نشري المضخه بوحدها ونبرونشي ليها فارياتور بحال هذا الشكل، راه ما غاديش يخدم. اذا كما كتشوفوا الخوت تابعوا معايا وغادي ندير واحد التجربه ان شاء الله، وغادي تشوفوا هذه هي المضخه نزلناها في هذا البئر هنايا، درنا ليها التيو ديال الامبوس ديال 32 وفرقناها على جوج بلايص، درنا ليها واحد الفان عطيناها لواحد لافاس هنا، والفان الاخرى ديناها للبلاصه كاين فيها الاشجار غادي تنسقيو بها الاشجار. هذا هو البئر، راه نازل تقريبا ب 95 متر كما تتشوفوا هنا، راه درنا جوج فانات. اذا غادي نمشيو للمكان فين كاين التيو ديالو وغادي نشوفوا الديبي. الديبي ما شاء الله مزيان صراحة، الديبي مزيان هانتوما كيما كتشوفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي مهتم وباغي مثلا يركب هذه المنظومة ديال الطاقة الشمسية يتصل بهذا الرقم 066 44 99 26. توفيق.